طيب سلمنا جدل بأنه حزب الله بحسب ما هو يعتبر يقف خلف الدولة اللبنانية وهو لا يعارض. الدولة اللبنانية بتقول 23، إذن هو معني ب 23، بتقول 23 بلس، معني ب 23 بلس، بتقول 29 يلي هو صار خارج القدرة بتكون 29. رسالة الأمس ثلاث مسيرات فوق حقل كريش، شو هي؟ كيف قرأتها؟ هيدي رسالة لتقول إنه نحن عندنا سلاح مسير وعندنا وحكيوا قبل عندنا قوة بحرية، وصلنا زمان عم نتمرن، وبالتالي نحن نستطيع أن نصل. ما بيقدر حزب الله يعمل هذا الموقف التسهيلي وبدون ما يعمل شوية ممارسات تخلي الإسرائيلي والأمريكي يشعروا أنه بنهاية الأمر احتمال الاشتباك جدي إذا لم تكن إسرائيل صادقة في التزاماتها مثل ما لبنان يجب أن يكون صادقة. إذن هي رسالة مفادة الالتزام، صحيح، وأنه ما تلعبوا معنا، صحيح، بالموضوع لأننا جديين. صحيح. أنا هون بس بدي أطلب من حزب الله شغلة وحدة. صحيح أنه هو وراء موقف الدولة اللبنانية، بس لو لم يكن مقتنعا بأن حاجة لبنان إلى هذه الثروة الكبيرة، وإلى أنه ضيعنا وقت كثير، وإذا هلأ بلشنا بدنا 6-7 سنين لنقدر نطلع، ما كان بيقبل بالتنازل. ما كان بيقبل بالتنازل، ولكن كلنا بنعرف تأثيره على الدولة اللبنانية. ما بدي أقول يعني أنه ممسك وكذا، ماشي الحال، كل الناس بتعرف، ولكن تأثيره كبير على الحكومة اللبنانية، وتأثيره كبير على رئاسة الدولة اللبنانية، وبالتالي وعنده القدرة وإمكانات التأثير بهالموضوع. يجب أن يقود هو بشكل غير مباشر المعركة التفاوضية مع إسرائيل وأمريكا من خلال السلطة اللبنانية. مش يعني من خلال وزير برأيك؟ ما بعرف، لأنه أحيانا طيب اليوم لما بيطلع جبران باسير رئيس تيار الوطن الحر بيقول لا 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 غاز من كريش من دون الغاز من دون حق لبنان وغاز من قانا، يعني لا كريش من دون قانا، وإذا كريش هو مقابل قانا، هيدي من راسه يعني؟ لا أولا مش من راسه، هو بيعرف، لأنه أولا هو بيتعاطى بالسياسي وهو حليف حزب الله، وبالتالي بيعرف أنه الحدود تبع موقف حزب الله. المشكلة مع الوزير جبران باسيل أنه بده يحشر حاله بكل موضوع ليبين أنه هو رجل دولة من الطراز الأول. طب نحن بنعرف هذا الموضوع، ليش أنت بدك أنت بدل ما تسهل الأمور بإطار المصلحة الوطنية ما تروح تصب زيت على النار ونوع من التحدي والاستفزاز. نحن لسنا، أنت أولا إذا عم تتحدى وتستفز أنه أوكي، على مين معتمد أنت؟ معتمد على حزب الله. طيب حزب الله ما عم بيقول هيك، يفكر هيك وسيتصرف هيك بالمستقبل، فحاش تتكل أنت على غيرك. عملوا لك انتخابات وجابوا لك نواب وعملوا لك 19 أو 18 نائب، عظيم، ولكن بدك تروق، انت بدك تروق، الحكومه بدها تروق، رئيس الجمهوريه بده يروق. مش محط يعني حزب الله مش قاعد هون عم 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 يشتغل لحسابكم ولحساب مصالحكم الشخصيه والسياسيه. حزب الله عمل شغله كثير مهمه هي التحرير، بده يحافظ على التحرير، بده يحافظ على الامن بالبلد، وعلى اذا لا سمح الله صار في اشتباك عسكري كبير بين اسرائيل وبين لبنان، يعني حزب الله بالدرجة الأولى والجيش اللبناني، يعني خلينا نقول طبعا شيء بحزن تقولي أنه لبنان يعني بتروحي على الجنوب من يوم التحرير لحديت هلأ بتحسي أنه هذا الجنوبي المتمسك بالأرض واللي عم بيعمر وبيعمروا فيلل وبيزرعوا أراضي على الحدود. طيب حرام هيدي لما هالشغلة تضربيها، مش بس بالجنوب، في الجنوب وفي البقاع وفي جبل لبنان وفي كل لبنان، شو بنكون عم نعمل نحن؟ عم نحكي عن نتيجة الحرب يعني. صحيح. إذا ما كان هناك حرب أو أعمال عسكرية.